بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم هو كيف نفرق بين رقم وعدد، يعني بين الرقم والعدد في كل من العشرات والآلاف، يعني ما هو رقم العشرات وما هو عدد العشرات، كذلك رقم الآلاف وعدد الآلاف. فلنبدأ بالعدد الأول وهو 4567. هذا العدد سوف نتعرف على رقم العشرات في هذا العدد، ثم عدد العشرات في هذا العدد أيضا، ثم رقم الآلاف، وأخيرا عدد الآلاف في هذا العدد. العدد هو 4567. رقم العشرات سهل وبسيط، يعرفه كل التلاميذ، هو العدد 6. الآن عدد العشرات هو المشكلة عند التلاميذ. عدد العشرات عزيزي التلميذ، بما أنك كتبت 6 في العشرات، بما أنك كتبت 6 في العشرات، فإن عدد العشرات يبدأ من عند 6 فما فوق، يعني 6 فما فوق. لاحظ عزيزي التلميذ، هاو 6 دخل في رقم العشرات ودخل أيضا في عدد العشرات، إذن من 6 فما فوق، هذا هو كله عدد العشرات 456. نلاحظ الآن عدد الآلاف أو رقم الآلاف. رقم الآلاف هو 4 7 في مرتبة الوحدات، 6 في منزلة العشرات، 5 في منزلة المئات، 4 في منزلة أو في مرتبة الآلاف، 4 في مرتبة الآلاف. إذن عدد الآلاف هو من 4 فما فوق، 4 فما فوق، ومن 4 فما فوق ما عندي والو، لا شيء. إذن عدد الآلاف يبقى هو 4، يبقى كما هو. نلاحظ الرقم الثاني وهو 56987. رقم العشرات سهل جدا وهو رقم 8. أما عدد العشرات عزيزي التلميذ، وما تنساش، فهو من 8 فما فوق، يعني نحي أو ننزع عدد الوحدات فقط. إذن من 8 فما فوق، إذن عدد العشرات هو 5698. الآن ننتقل إلى رقم الآلاف. رقم الآلاف هو ستة. لاحظ عزيزي التلميذ، هل لدينا أعداد فوق الستة، يعني يعني مرتبة أخرى فوق الستة؟ نعم، عندنا مرتبة أخرى كتب فيها العدد 5. إذن عدد الآلاف من 6 فما فوق، ومن 6 فما فوق عندي العدد 56. إذن هذا هو عدد الآلاف. ننتقل إلى رقم آخر أو عدد آخر وهو 239876. رقم العشرات في هذا العدد سهل وبسيط، هو الرقم سبعة. أما عدد العشرات عزيزي التلميذ، نعاود ونكرر، فهو من 7 فما فوق، يعني المراتب العليا، من هوش المراتب الدنيا، يعني عن هود عند 6، لا، من 7 فما فوق، من 7 فما فوق. إذن عدد العشرات هو 23987 عشرة، يعني نكون نعدو بالعشرة نصيبو 23987 عشرة، كن نعدو بالعشرة 10 10 10 10 نجد 23987 عشرة. الآن رقم الآلاف هو تسعة. الآن عدد الآلاف نعاود ونكرر، فهو من 9 فما فوق، ومن 9 فما فوق راه عندي زوج تاع المراتب. إذن من 9 و9 تدخل كذلك، 9 أيضا تدخل مع عدد الآلاف. إذن عدد الآلاف هو 239000، يعني هذا العدد شحال فيه من 1000؟ فيه 239000، فيه 239000. أما باقي الأعداد مازال ما لحقتش العدد 1000، وعلى هذاك ما ندخلوهاش، تبقى لي 876. إذا 876 مازال ما لحقتش الألف، ولهذا ننزعها على جهة وتبقى لي 239000. الآن ننتقل إلى عدد آخر أكبر من الأعداد السابقة. إذا هذا العدد هو 7 ملايين
865439. رقم العشرات هو العدد ثلاثة، هو العدد ثلاثة. عدد العشرات من الثلاثة فما فوق، من الثلاثة فما فوق، إلا العدد تسعة وهو عدد الوحدات لا يدخل مع عدد العشرات، لأنه لم يصل إلى العشرة بعد، عند التسعة فقط، عند التسعة توقفنا، لم يصل إلى العشرة. إذن العشرات من الثلاثة فما فوق، إذن وهو العدد 786543. عشرة، لو مثلا أردنا أن نعد العشرات في هذا العدد نصيب 786543. عشرة. الآن رقم الآلاف، رقم الآلاف هو خمسة، تسعة في مرتبة الوحدات، ثلاثة في مرتبة العشرات، أربعة في مرتبة المئات، خمسة في مرتبة الآلاف. إذن رقم الآلاف هو خمسة، وعدد الآلاف من الخمسة فما فوق. أعيد وأكرر، رقم أو عدد الآلاف من الخمسة فما فوق، يعني الآلاف يدخل، رقم الآلاف يدخل في عدد الآلاف، رقم الآلاف يدخل في عدد الآلاف، يعني رقم الآلاف هو خمسة وعدد الآلاف من الخمسة فما فوق. إذن هكذا 7865000. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس، وأتمنى عزيزي التلميذ أن تكون قد فهمته جيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.